مواطن متضرر إلى أقصى درجة. عندي شن الشاشرة راهم مزرقة في الطرحي، وكان عندهم من جراي لأنا وأنا ماني صحح لي جرثومة في الكبد. كنت مشتغل في شركة عامة هذا وصالتني منها، ومن ذيك الساعة حكم الماني قاعد نشتغل، لأن نشتغل شوي نطيح. ودارك كان عندنا من أسباب مع مولانا المرأة فاتحة مطعم تبيع فيه، واللي له شهرين عاد وقفوا وقطعنا، ما عندنا حول ولا قوة. حتى باطل اللي من ساكنين قام يصلح للسكن، براق راه هو في الترحيل ذوك بل الملح ذاك، وقطعنا ان الحمد لله داغر من ثلث ليالي والله ربع ما باس معه، شي ما جابينه الجيران ما خالف.